شهادة نجاح جديدة لمشروع قناة السويس الجديدة، عبور ثاني أكبر سفينة حاويات في العالم والتي تحمل الجنسية الفرنسية لأول مرة بالمجرى الجديد للقناة ضمن قافلة الجنوب في أول رحلة بحرية لها. النهارده المركب زي دي، سفينة زي دي شايلة 18,000 حاوية، لسه أول عبور ليها وأول سفينة حاويات بتعدي 18,000 وليها أهمية خاصة. ده أكبر دليل. النهاردة في مركب هي 52 قدم وخمسة بوصة، المركب ده عنده 16 متر غاطس فيه تحت المية 16 متر، فطبعا ده دليل أنه الناس اللي بتقول أن دي قناة صغيرة وتاخد مركب صغيرة، ده كلام غير صحيح. بالدليل الواقع المركب دخلت النهاردة بغاطس 16 متر، وأكبر من 16 متر بتدخل القناة الجديدة. السفينة العملاقة يبلغ طولها 400 متر وعرضها 54 مترا وغاطسها 16 مترا، وتستطيع أن تحمل حتى 18,500 حاوية. رحلة السفينة بدأت من كوريا وتتجه شمالا لميناء لوهافر الفرنسي، وسيكون الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في استقبالها لإعلان التدشين الرسمي للسفينة في 6 أكتوبر القادم. أنا سعيد بالعبور في قناة السويس الجديدة وأعتبرها إضافة رائعة لحركة التجارة العالمية. السفن بهذا الحجم بتدلل على أن فعلا التأثير دلوقتي في الأيام القادمة لحمولات السفن وليس عدد السفن. احنا بنرحب بعدد سفن كبير بس بنركز اكتر على حمولات السفن والسفن الكبيرة اللي هي بيبقى لها بتقدر تدينا دخل اكبر مردود عالي في قناة السويس. الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس اناب مدير ادارة التحركات بالهيئة للصعود على متن السفينة برفقة وفد رفيع المستوى من الهيئة للترحيب بالسفينة في اولى رحلاتها عبر قناة السويس. ويبقى عبور السفينة الفرنسية لقناة السويس الجديدة دليلا وبرهانا على نجاح المشروع الذي أهدته مصر للعالم.